السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ما شاء الله بغيت نشارك معكم طريقة تنبيت الذرة في المنزل. طريقة اللي جد سهلة، إما نبتوها على هذا الشكل ولا نغرسوها. غادي نغرسها معكم حتى في التربة. طريقة اللي جد سهلة، غادي نزرع هاد الذرة، حبوب الذرة غادي نزرعهم في واحد التربة اللي كتكون تعفنات وكيولي فيها داك بحال الخز. غادي تشوفوني كيفاش غادي نغرس فيها. غادي نحتاج البخاخ المساند الرسمي ديالي، وعندي هنايا حبوب الذرة اللي خليتها في الماء ليلة كاملة. احتاج لواحد البواطة ولا اي حاجة اللي غندير فيها. وعندي القطن، صافي. اول حاجة غادي نصفي هذه من الماء. هنايا خديت هذيك البواطة وغادي ندير وسطها القطن، غادي نوزعو على وسط في الوسط كيف ما كيبان لكم. وغادي ناخد هاد الحبوب ديال الذره، الحبات ديال الذره نختاروهم، نقيوهم ما يكونوش فاسدين، يكونوا حبات اللي مزيانين. هنا كنفزك في القطن بالماء باش يبقى يتبت فوق هذوك الحبات ديال الذره. صافي، حتى نكمل الكميه اللي بغيت ندير وندير نعاود فوقهم القطن. هنا ما كانش عندي انا القطن بزاف، غادي ندير واحد كلينكس حتى هو نديرو من الفوق. صافي، وغادي نرش بالماء ونخليه حتى نبقى نرشو باستمرار، نرشو في الصباح نرشو في العشيه حتى ينبت ليا من بعد واحد اليوم ولا يومين. هنا اليوم الغد راني كنرش بالماء هاد البخاخ، نرش مع هاد الحرارة، نرش حتى 3 مرات في النهار، نرش في الصباح وفي العشية. هادو هما حبوب الذرة. اليوم الثالث، راه غادي نشوفو كيفاش غادي ينبت. شوفوا تبارك الله كيفاش خرج الجذور، نبقاو غير نرشوه باستمرار، راه دغيا كينبتو. صافي، دابا اما نخليوه ينبت كله على هذا الشكل هذا في هذه البواطه، ولا ناخذو من دابا في هذه المرحله هذه ملي كيخرج الجذور ناخذوه وغادي نوضعوه في التربه. انا دابا غادي نختار شي وحدين حتى هما راهم مخرجين الجذور، وغادي نغرسهم معكم. هادو غادي نزرعهم في التربه، غادي تشوفوهم ان شاء الله معايا. دابا غير كناخد في شي حبات، ناخد غير 3. هادو غنعاود نرشهم بالماء نخليهم. ودابا غادي نزرع هاد الحبات ديال الذرة. هادو كيف ما شفتو معايا راه خديت غير 3، ها هما امامكم. غادي نزرعهم في واحد التربه اللي تعفنات كيف ما كتشوفوا، ولات بحال هكا شحال هذا ما استعملتش هاد التربه. شنو غادي ندير ليها؟ غادي ناخدوها وغادي نخلطها، اما نخلطوها بتربة بيتموس او انا غادي ندير عندي رمل هذا اللي عندي، غادي نخلطها مع هاد التراب هذا، غادي نخلطها مزيان وخصني نوضعها في الشمس. هذه هي الطريقه باش كيبقى لينا هذا التراب يرجع ينبت فيه الغرس بسرعه وكيبقى مزيان. هنا راني خلطت التراب كله اللي عندي وخليته في الشمس، خليته تقريبا شي ساعة. صافي، وغادي نرجعو لهاد المحبق ديالو حتى هذاك، حتى هو خلطته وخليته في الشمس.
صافي دابا غادي نعاود نرجعو وغادي ندير واحد ندير فيه واحد ثقوب في التربه. ندير غير واخا ندير غير بالاصبع ديالي حيت دابا ولات عندي واحد التربه اللي رطبه مخلطه بالرمل كيف ما شفتو. انا كندير غير بهذا اللي عندي بالنسبه للذره. الا بغيتو ديروا غير ذره بحال هكا بامكانكم ديروها وبلا ما تلبسوها بحال هذا الشكل اللي درت، ولكن هذه الطريقه اللي كندير في التنبيت انني كنبت عاد كنزرع فهي كتسرع العمليه ديال النمو وكينبت هاد الحبوب كينبتوا بسرعه. صافي الطريقه اللي سهله وبسيطه جدا. غادي ناخد حبه منبته على هاد الشكل وغادي نوضعها في الحفره، هذيك حفيره صغيره اللي درت، وغادي نغطيها بشويه ديال التراب. غادي نغطيها غير شويه من الفوق كما كتشوفوا غير بحال هكا كنغطيها بايدي. صافي غادي نوضع بحال هكا الحبه وغادي نسد عليها بالتراب. الطريقه اللي سهله جدا. صافي غادي نسقيها وغادي نحطها في البالكون. نحطها في نسقيها دابا غير بالبخاخ وغادي نحطها في مكان نصف الظل. هادو هما الحبوب المنبتة في القطن كيف ما كتلاحظوا. دابا اليوم الرابع كيف ما لاحظتوا معايا راه بدا كينبت مزيان وكيطوال غير بالرشان بالماء العادي ومخليه في مكان اللي فيه الظل بدون شمس. اليوم هو خامس يوم شفتوها بدات كتسرع أوراق بداو كيتفتحو. واليوم هو سادس يوم كيف ما كتلاحظوا معايا الاوراق بدات كتفتح وبداو كيبانوا وكيخضروا، اللون ولا ديالهم اخضر والاوراق كيف ما قلت لكم تفتحات. في غادي نعاود نرشو بالماء. كيبان لكم هندرها اليوم الثالث ثالث يوم ها هو بداو كيبانو. كيف ما كتلاحظوا معايا راه بسرعه كينبتوا. هما هادو ثلاثه الحبات اللي درت راه في ظرف اليوم، راه اليوم الرابع، راه في اربعه ايام نبتوا تبارك الله. ونرجعوا للقطن. هذا راه اسبوع، صافي من بعد اسبوع راه كيطوال هاد الحبوب وكيف ما كتشوفوا الاوراق ديالهم كيبانوا. هذا بقيت متبعة معكم المراحل ديالو. بالنسبه هذاك اللي درت في التربه عرفتو دابا مع العيد وكان خاصني نسافر، هذا قدرت ناخده معايا، ولكن الاخر كيف ما قلت لكم ما يمكنش ناخده معايا. نقدر ان شاء الله فيديوهات قادمه نشاركه معكم. كنتمنى يعجبكم هذا الاقتراح ديال اليوم، وانتم لكم اختيار بغيتو ديروه في القطن بحال هكا قريب ليكم في المطبخ، بغيتو ديروه في التربه حتى هو عمليه اللي سهله وكينمو بسرعه.
كنتمنى كيفما قلت لكم يعجبكم، وما تنساوناش بالاشتراك الا كنتم مشتركين، وما تبخلوش علينا باللايك. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.